اللي موجوده عندي، كل النقط اللي موجوده عندي from top to bottom، من البدايه خالص للنهايه خالص اللي موجوده عندنا، هتترسم 72 مره في الثانيه الواحده اللي موجوده عندنا. تعال نشوفها هنا نعملها مع بعض ازاي. اروح الديسكتوب بتاعي، مش عارف اروح الديسكتوب بتاعي. اوكي رايت كليك واروح على سكرين ريزوليوشن. طبعا انا هنا هو ده انا بتكلم، انا بشتغل على ويندوز 7، وبعد كده هخش على الادفانسد سيتنج، ومن هنا هخش على اللي هو المونيتور اللي موجود عندنا. هلاحظ عندي هنا هو السكرين ريفريش ريت اللي موجود عندي مظبوطه على 60 هرتز. لو فتحت هنا هو هلاقي ممكن الاقي 70 هرتز، ممكن الاقي 75 هرتز. امتى بغير الريفريش ريت اللي موجوده عندي؟ امتى بقول للمسدسات دي تشتغل بكفاءه اعلى؟ لو انا لقيت الشاشه اللي موجوده عندي فيها فليكر، او الشاشه بتحس ان هي بتلعب، ساعتها وده سؤال هيجي لك في الامتحان، لو لقيت الشاشه بتلعب هتعمل ايه؟ هتقول هزود الريفريش ريت بتاعي، تمام؟ ليه؟ لان هو ده هيخلي المسدسات او الالكترون جن اللي موجوده عندنا ان هي تبعت الرسالات اكتر، فمش هتحس ان في ايه؟ ضعف في الصوره، او في الصوره بتتنطط اللي موجوده عندي. هنا بنخلي بالنا من حاجه، ان الريفريش ريت اللي موجوده عندنا ده هي ممكن كارت الشاشه يديني ريفريش ريت المونيتور ما يستحملوش، فلذلك برضو المونيتور ليه ريفريش ريت وكارت الشاشه ليها تقدر تظبط على اكتر من ريفريش ريت. يعني افرضوا مثلا ان كارت الشاشه هنا مديني الاوبشنز ان انا احط لحد 70 هرتز او 75 هرتز، بس الشاشه ما بتستحملش غير 70 هرتز بس، ساعتها هيطلع لي، ممكن يطلع لي ايرور مسج زي ما احنا شايفين ان هو هيقول لي انا اسف، تمام، انت كده شغال اوت اوف رينج، او الشاشه بتاعتك هتبقى سودة خالص، المونيتور مش هيقدر ان هو يستحمل ان هو يعرض العرض ده هو، تمام. هنا في اوبشنز جميل قوي بيقول لي هايد المودز ذات ذا مونيتور كانت ديسبلاي، يعني انت لو حطيت علامه صح هنا هو، تمام، هو هيعرف المونيتور ان اخره 75. طبعا انا ما جربتهاش هنا في ال سي دي، ولكن انا في الشاشات الثانيه كنت ممكن تلاقي 80، تلاقي 85، تلاقي 100، تمام، بس لو دوست عليهم، تمام، ساعتها المونيتور بتاعك مش هيقدر يشتغل. فالاوبشن الموجود عندي دوت هنا بيقول له ايه؟ اخفي المودز اللي المونيتور بتاعي ما يقدرش ان هو يعمل لها ديسبلاي، اخفي المودز بتاعت الريفريش ريت اللي المونيتور بتاعي ما يقدرش ان هو يعمل لها ديسبلاي اللي موجوده عندنا. للاسف في امتحان الاي بلس بيبقى عشان هو ما فيهوش عملي، بيبقى بيعتمد كله على اسئله الاختيار متعدد، من اصعب الاسئله اللي بتبقى موجوده فيه ان هو يفكرك يقول لك انت عشان تغير السكرين ريزوليوشن بتروح فين؟ فلازم تبقى فاهم حافظ الحته دي. هيقول لك في ويندوز 7 هتروح لمين؟ هنقول هروح سكرين ريزوليوشن. طب في ويندوز اكس بي هتروح لفين؟ هتروح لبروبرتيز. طب ماشي دي سهله، تمام، بس لما يجي يقول لك في ويندوز 7 هتروح فين عشان تقدر تروح على الريزوليوشن بتاع المونيتور، هتقول له لازم اروح على مين؟ ادفانسد سيتنج. بتبقى صعبه قوي عمليه ان انت تفتكر الحاجات دي هي في الامتحان. حاول ان انتوا ايه يعني تشتغلوا عليها كتير عشان تثبت في ذهنكم انكم مش قادروا تحفظوها. مكان تغيير الريفريش ريت في 7 غير مكان تغيير الريفريش ريت فين؟ في الاكس بي. والكلام ده هو بصفه عامه في كل امتحانات الاي بلس اللي موجوده عندي. فاذا الريفريش ريت هنا هوت هي قدره المونيتور او الالكترون جان يرسم الصوره كامله على الشاشه كم مره في الثانيه الواحده، وبيقاس بالهرتز اللي موجود عندنا. هنا هوت في كلام دخل فوق بعضه. خليها هنا كده. هنا بيقول لي an internal monitor error for an unsupported refresh rate، يبقى المونيتور هنا طلع لي رساله ايرور طلعت على الشاشه. ليه؟ لان انت حطيت ريفريش ريت هو ما بيقدرش ان هو يعمل له سبورت، او هو ما يقدرش عليه. الحاجه الثالثه اللي بتاثر في المونيتور اللي موجود عندي اللي احنا بنطلق عليه اسم الريزوليوشن اللي موجود الخاص بالمونيتور بتاعي. الريزوليوشن برضو من الحاجات اللي هي تقدر تعمل لها كونفجريشن من خلال السوفت وير. خليني اخدها على طول دلوقتي، تمام. الريزوليوشن اغير الريزوليوشن ازاي بالنسبه لويندوز 7؟ رايت كليك واختار من هنا سكرين ريزوليوشن.
في ويندوز اكس بي كنا بنختار بروبرتيز وبعد كده نروح على سكرين ريزوليوشن. انا مش فاكر بص مش فاكر اسم التاب نفسه اللي فوق، اشتغلنا كام سنه على اكس بي بس مش فاكره. ومن هنا بنغير الريزوليوشن اللي موجود عندنا. هنلاحظ الريزوليوشنز اللي موجود عندي ان هو بيحتوي على رقمين زي ما احنا شايفين، رقمين مضروبين في بعض. الاحظ عندي ان هو ان انا شغال باقل ريزوليوشن، طبعا ده عشان ايه او قبل الاخير لو عشان برنامج التسجيل، لو رفعت اكتر من كده حجم الملف بيبقى كبير جدا جدا. تمام، يعني حجم التسجيل بيبقى مربوط بالريزوليوشن انت بتشتغل بيه، عشان كده انت شغال بريزوليوشن كام؟ 1024×768. هنترجم الكلام ده هو يعني ايه ريزوليوشن، هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. الريزوليوشن الموجود عندي بيقول لي define how many software pixels are used to draw the screen. خدوا بالكم ان هو هنا بيقول لي ان هو software pixels، احنا خدنا البيكسلز اللي موجودة عندنا ورا اللي هي اقل حجم البيكسلز هاردوير اللي هي الRGB. البيكسلز اللي هي بتاعت السوفتوير بتحتوي على مجموعة من زي ما احنا شايفين ايه physical عدد كبير جدا من الRGB. بلاش ان احنا نخش في المقارنة ما بين الاثنين دول. اي صورة هنا هو بتتكون من مجموعة من البيكسلز اللي موجودة عندي. المونيتور ريزوليوشن هو عبارة عن ايه؟ بيديني عدد الهوريزونتال بيكسلز مضروبة في الفيرتيكال بيكسلز. زي ما احنا شفنا كده هو كان عندي 640 دي هتبقى اللي هي الهوريزونتال، في 840 اللي هي هتبقى مين؟ الفيرتيكال او العمودي. يبقى هنا 640 نقطة افقية في 480 نقطة عمودية. هو ده الريزوليوشن بتاعي، حاصل ضربهم تمام هو ده اللي هيطلع عدد النقط او البيكسلز اللي المستغلة على الشاشة بالكامل اللي موجودة عندي. طيب لسه ما قلناهوش، اذا انا عندي هنا هو الريزوليوشن بتاعي 640×480. طيب اذا انا عندي صورة والصورة دي هي عبارة عن 640 او عبارة عن مثلا 800 بيكسل في 800 بيكسل وشغلتها على العرض ده اللي موجود عندي، ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيقدر يعرض بالصورة دي غير 640 افقي مع 480 عمودي، مظبوط؟ فاذا الصوره هتبقى اكبر من حجم الشاشه، يبقى ساعتها كده هو هتقابل نفس المشكله اللي انا بقابلها هنا هو لما بيكون عندي حاجه مثلا لو فتحت الانترنت انا هنا هو بقدر انزل كده هو، لان هو في المره الواحده ما بيقدرش يعرض غير عدد معين من البيكسلز اللي موجوده عندي. طيب لو كبرنا مثلا الخط اللي موجود عندنا يبقى انا برده هنا هو عدد البيكسلز حاكمني، لان عدد البيكسلز بتاعت صفحه الويب بيج اللي موجوده عندي دهيت اكتر من عدد البيكسلز اللي بتعرضها الشاشه، فلذلك هضطر ان انا استعمل الاجزاء اللي موجوده عندي دهيت او السكرول بارز اللي موجوده عندنا عشان اقدر اتنقل ما بين الايه يمين وشمال اللي موجود عندي. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل في حاجه زي كده طبعا ان انا ازود عدد البيكسلز. ازود عدد البيكسلز ازاي؟ زي ما انا قلنا رايت كليك واختار من هنا سكرين ريزوليوشنز اللي موجوده عندي واختار من هنا هو عدد اكبر. عدد اكبر ليه؟ اكيد حاصل ضرب 1024×768 هيكون اقل من حاصل ضرب 1680×1050 اللي موجود عندنا، يعني الناتج هنا هو 1024×768 غير لما يكون الناتج هيكون عدد. الناتج هنا ايه اللي هيحصل؟ عدد البيكسلز هيكون اكتر، بس عدد البيكسلز هنا اكتر وعدد البيكسلز هنا اقل وكلهم على نفس الحجم اللي موجود بتاعي من الشاشه بتاعتي. ده معناه ايه؟ معناه ان الصوره هتصغر. بس معنى كده ان الصوره هتصغر ايه اللي هيحصل؟ ان انا الصوره الكبيره اللي كانت معقداني اللي كنت بروح يمين وشمال عشان اتفرج عليها انا زودت عدد البيكسلز، يعني كم اكبر من البيكسلز هتتعرض في نفس حجم الشاشه اللي موجوده عندنا وبالتالي هشوف الصوره كامله. بس طبعا اللي هيعيبها ايه؟ تمام ان انا هلاقي ان هي بتبان ان هي اصغر.